بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكان اللقاء السابق في أبواب السواك، ما يتعلق بالسواك الذي هو من سنن الفطرة كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفي سنن أبي داود هنا عندنا أنه أحد الخصال التي هي من خصال الفطرة، عشر من الفطرة، قالت رضي الله عنها، أو يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر، أظن هذا ما قرأنا. نعم، فهذا الحديث سأتكلم فيه مبتدئا بنهايته كما سأبين بعد قليل إن شاء الله بخاتمته. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله الإمام الخطابي في شرحه معالم السنن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره، وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا، اللهم آمين. قال الإمام المصنف أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن: ومن باب غسل السواك قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وفي رواية عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، وذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية، وزاد: والختان، قال: والانتضاح، ولم يذكر انتقاص الماء. قوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه روايات متعددة للحديث الواحد الذي رواه الإمام أبو داود السجستاني في هذا الكتاب، في كتابه السنن، وهو أيضا مما رواه الشيخان أيضا في صحيحيهما، ولا مسلم أخرجه مسلم، ليس البخاري لم يخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وإنما أخرجه مسلم، تفرد به مسلم، وكذلك الترمذي، الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، أحد أصحاب الكتب الستة، أحد مؤلفي الكتب الستة مثل سنن داود، وأيضا ابن ماجة كذلك أحد مؤلفي الكتب الستة، أخرجه في سننه، فأخرجه مسلم والترمذي والنسائي كذلك، النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أيضا أخرجه كذلك، يعني أصحاب السنن الأربعة ومسلم، أصحاب السنن الأربعة أخرجوه، ومسلم رحمه الله في صحيحه. والترمذي رحمه الله على عادته لما يروي الحديث يقول يذكر درجته، فقال في هذا الحديث: قال هذا حديث حسن. وقد اختلف فيه، يعني في وقفه أو رفعه، في كلام طويل عريض في مسألة هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول طلق بن حبيب، لكن المهم أن المقصود من إيراد أبي داود رحمه الله في إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو لأنه حنما عليه بقول باب السواك من الفطرة، باب السواك من الفطرة، يريد أن يستدل بهذا الحديث رحمه الله على أن السواك أحد خصال الفطرة، على أن السواك أحد خصال الفطرة، فأتى بهذا الحديث. ومجموع الروايات المتعددة للحديث الواحد مهمة، يفيد فائدة عظيمة، لأن الروايات المتعددة للحديث الواحد، الروايات المتعددة يكمل بعضها بعضا، ويوضح بعضها ما في البعض الآخر من إشكال أو نقص، ويكمل بعضها بعض كذلك، مثل ما سمعتم الآن في الرواية التي صدر بها أبو داود كتابه، الراوي مصعب بن شعيب يقول: نسيت العاشرة. جاء بعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله رواية أخرى ذكر فيها
المضمضة، يعني الشيء الذي قال أن شك فيه مصعب بن شعيبة، مصعب بن شيبة شك فيه أو قال نسي ذكر هذه الخصلة ليؤيد ما ورد في رواية الباب، في رواية التي ذكرها في صدر الباب، وهي رواية حديث عائشة رضي الله عنها. الآن يعني على طريقته على ما تعودنا أنه يأتي الإمام الخطابي رحمه الله إلى الباب فيشرح منه حديثا واحدا أو حديثين حسب ما يظهر له وحسب ما يؤدي إليه اجتهاده، فيعني ما يتعرض لجميع أحاديث الباب، وإنما يذكر منها حديثا فيشرحه فيدل بما ذكر فيها شرح هذا الحديث على ما لم يذكر من بقية الأحاديث. فالآن يشرح هذا الحديث بقوله قال قوله نعم صلى الله عليه وسلم. قال أبو سليمان رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة، وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم لقوله سبحانه فبهداه مقتده، وأول من أمر بها إبراهيم صلوات الله عليه، وذلك قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس أمره بعشر خصال ثم عددهن، فلما فعلهن قال إني جاعلك للناس إماما، أي ليقتدى بك ويستن بسنتك. وقد أمرت هذه الأمة بمتابعته خصوصا، وبيان ذلك في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ويقال إنها كانت عليه فرضا وهن لنا سنة. وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها، كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم، وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة، ويقال عفى الشعر والنبات إذا وفى، وقد عفوته وأعفيته لغتان، قال تعالى حتى عفوا أي أكثروا. وأما غسل البراجم فمعناه تنظيف المواضع التي تتشنج ويجتمع فيها الوسخ، وأصل البراجم العقد التي تكون في ظهور الأصابع، والرواجب ما بين البراجم، وواحدة البراجم برجمة. وأما الختان فإنه وإن كان مذكورا في جملة السنن فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب، وذلك أنه شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر، وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختتنين صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. استدل به على أنه مسلم، يعني استدلوا على بالختان على أنه مسلم. نعم. وحكي عن أبي العباس بن شريح أنه كان يقول لا سريج، هذا خطأ في مشهور سأتكلم عنه الآن، سريج من مشاهير من أئمة الشافعية، سريج بالجيم. نعم. وحكي عن أبي العباس بن سريج أنه كان يقول لا خلاف أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان فرض لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته. انظر الاستدلال، وهذا رجل يعني ممكن نقول من عباقرة المناظرة والجدل، سأتكلم عنه بعد قليل. شوف استدلاله على 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 إيش، على أن الختان واجب، استدل به على بماذا؟ قال بأنها أن ستر العورة ليس واجبا في الشريعة. واجبا لم واجب ستر العورة؟ واجب، لا شك في ذلك، ستر العورة واجب لا يشك في ذلك أحد. طيب الختان لولا أن الختان في محل العورة ولا لا؟ الختان من العورة طبعا، عمل كل ختان في العورة، ما له علاقة بشيء آخر. فكون أننا نقول، وهو هذا عند في مذهب الشافعي، الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولان بوجوب الختان على الرجال، يقولان الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله بأن الختان واجب على الرجال، والشافعي حتى النساء يوجبه على النساء كذلك على ما هو المشهور، لكن عند الإمام أحمد على ما رجحه الإمام ابن قدامة في المغني على أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء أو مكرمة في حق النساء، هذا الذي رجحه الإمام ابن قدامة في كتابه الشهير المغني، وعند الإمام أبي حنيفة ومالك أنها سنة. المهم على الختان، المقصود أن أبا العباس ابن شري استدل على وجوبه بماذا؟ قال إن ستر العورة واجب ولا لا؟ واجب.
طيب والختان لو لم يكن واجبا، يقول الختان لولا أن الختان فرض واجب لم يجز هناك هتك حرمة المختون، لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر لعورته، لولا أنه واجب ما كان يسمح الشرع بأن ينظر إلى عورة المختون، لأنه لا يمكن الختان إلا بإيش؟ بالنظر إلى العورة ومباشرتها، يشتغل كل عمله الخاتم فيش في العورة فينظر إليها، ما يستطيع أن يقوم بالختان وهو مغمض، ها يغمض عين يستطيع، بعدين يطلع هذا يذهب العضو كله يروح بعدين، فلا بد أن ينظر طبعا، لا بد بدون نظر ما يستطيع أن يختن، فكونه يجوز له النظر في هذه الحالة إلى أمر لا يجوز له في غيرها، قال هذا دليل على وجوب هذا العمل، أهو الختام دليل على وجوب هذا العمل، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، ولذلك هو يستدل أو يقوي أو يوجه ما ذهب إليه الإمام الشافعي الذي ينتمي هو إلى مذهبه، وكذلك هذا مذهب الإمام أحمد لأنه واجب، ونقل ابن قدامة رحمه الله عن ابن عباس تشديده في ذلك حتى قال أن المختون أن غير المختون إذا لم يختتن لا صلاة له ولا حج، نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ذلك تشديده في هذا، يعني ليست المسألة هينة، الذي لا يختتن يتهاون في الختان، هذا قال يقول نقل ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني عن ابن عباس رضي الله عنه قوله لا صلاة له ولا حج له، المشكلة كبيرة هذه، فلا بد من فهذا يدل على وجوب الختان للرجال وجوبا يعني مؤكدا قويا، ولكن عندكنه عند غيرهم المذاهب عند أبي حنيفة ومالك سنة، فانظر إلى استدلال أبي العباس ابن سريج، هذا خطأ في الكتاب في كاتبين ابن شريح، هذا خطأ، لا ما له علاقة ابن شريح، أبو العباس ابن شريح ابن سريج بالجيم، وهذا كما قال ترجم له أبو إسحاق الشيرازي في كتاب طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشيرازي علي بن عمر في كتاب طبقات الفقهاء الذي ترجم فيه لفقهاء المذاهب الخمسة، ما هي المذاهب؟ المذهب الحنفي والمذهب المالكي، فقهاء المذهب الحنفي إلى عصر يعني، ما هو على طول إلى 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 ما لا نهاية إلى العصر الذين كفي، لأنه كان توفي أظن في سنة 476 أبو إسحاق الشيرازي، ترجم لفقهاء المذاهب الخمسة وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري، المذهب الخامس الظاهري المنتسب إلى داود الظاهر، فقال في ترجمة هذا الإمام في ترجمة أبي العباس بن شريج إنه أحد عظماء الشافعيين، أحد عظماء الشافعيين الشافعيين هكذا وأئمة المسلمين، أحد عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين صاحب التصانيف، ذكروا أن له سردوا له 400 مصنف، ذكروا له 400 مصنف، وقال إنه علم الناس الجدل والمناظرة، علم الناس يعني يتعلموا منه الجدل والمناظرة ويقدمونه على كل أصحاب الشافعي الشافعية، يقدمونه على جميع أصحاب الإمام الشافعي حتى المزني، يقدمونه على المزني المعروف الإمام المزني رحمه الله من 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 أصحاب الشافعي المشاهير، لكن أنهم يقدمون هذا على تأخره عنه، يقدمونه على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني كما قال، وكان مشهورا بالمناظرة والقوة، قوة العارضة في المناظرة والجدل، يقول قالوا علم الناس المناظرة، يعني كيف تكون المناظرة، يقول أنه قالوا في ترجمته أنه ناظر يعني جرت بينه وبين أبي بكر محمد بن داود مناظرة، فقال له أثناء المناظرة أبو بكر قال له اجعلني أبتلع ريقي أو عبارة نحو ذلك، يعني اسمح لي أن أبتلع ريقي كما قلت، كما كانه يقول نشفت ريقي من ماني قادر أصبر عليه شوية، قام قال له أبلعتك ماء دجلة، عندك ماء دجلة، هو في بغدادي هو أبو العباس ابن سريج أحمد ابن عمر ابن سريج البغدادي الشافعي القاضي، هذا اسمه أبو العباس أحمد ابن عمر ابن سريج البغدادي الشافعي،
فخليني أبو الريقي، قال دعني أبو الريقي، قال له عندك دجلة أمامك اشرب كما خذ راحتك يعني. فقال له في موضع آخر من المناظرة: أمهلني ساعة أبو بكر ابن محمد، انتظر علي ساعة بس خليني أرتاح شوي ساعة. قال: أمهلتك من ساعة إلى قيام الساعة، أمهلتك من ساعة يعني خذ راحتك ما في مشكلة، إذا تبعد لي قيام الساعة أنا ما عندي مشكلة، انتظر، المشكلة عندك وليست عندي. فكان قويا في المناظرة رحمه الله، وناظر عن مذهب الشافعي، واستمعتم الآن استدلاله على وجوب الختان بهذا الاستدلال الذي سمعتموه في مسألة الختان، على استدلال على وجوب الختان، استدله على استدل على وجوب الختان بهذا الاستدلال الذي قرأه الذي نقله عنه الشارح الإمام الخطابي رحمه الله. فأبو العباس ابن شريج، أبو العباس ابن سريج الذي قال عنه أبو إسحاق السراجي بأنه أحد عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين ولقب بشيخ الإسلام، وتوفي سنة 306 من الهجرة في بغداد، ولد فيها وتوفي فيها، ولذلك هو بغدادي وله مصنفات كثيرة، 400 مصنف، لكن قالوا مع الأسف ضاع أكثرها ضاع، ما بقي إلا القليل، لكنه من مشاهير أئمة الشافعية كما سمعتم، وأنهم يقدمونه على كل أصحاب الشافعي حتى على المزني. نعم. قال رحمه الله: وأما انتضاح الماء الاستنجاء. أبلعني ريقي، قال أبلعني ريقي أبو داود في المناظرة، قال له أبلعني ريقي، خليني أبلع ريقي شوية بس علي، يعني تمهل علي قليلا خليني أبتلع ريقي. قال له: عندك دجلة، ابتلع دجلة أمامك، خذ راحتك، ابتلع اشرب دجلة كله، إذا ما في مشكلة عندي أنا، خليني أبلع ريقي. يقول: أبلعني ريقي، قال له. فقال: أمامك ابتلع دجلة، دجلة وشو قدامك، لأنه في بغداد ونهر دجلة في بغداد، أليس كذلك؟ نعم، نهر دجلة بكسر الدال. نعم. قال رحمه الله: دجلة من يدخل بعدين في الدجل، يقول لك دجل، دجلة دجلة نهر دجلة. إيه. وأما انتضاح الماء، وأما انتضاح الماء الاستنجاء، وأصله من النضح وهو الماء القليل، وانتقاص الماء الاستنجاء به أيضا. انتضاح وانتقاص كلها لفظان المقصود بها الاستنجاء، انتقاص الماء المقصود بالاستنجاء، قال لأنه قالوا في تعليل إطلاق انتقاص الماء كما ورد في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، التعبير عن الاستنجاء بالاستنقاص، انتقاص الماء، لأن الماء قالوا يقطع البولة ويرد، هكذا في التعليل، يعني إذا استنجى بالماء فإن الماء يقطع البول ويرده، يعني يقطع خروجه أو يطهره وينظفه، فهذا معنى انتقاص الماء المقصود به الاستنجاء. ها نعم. قال رحمه الله: وقد يستدل بهذا الحديث من يرى المضمضة والاستنشاق غير واجبين في شيء من الطهارات ويراهما سنة كنظائرهما المذكورة معهما. يعني نظائر هذه مجموعة خصال في هذا الحديث، ليست في درجة واحدة في الحكم، ليست درجتها واحدة في الحكم، بعضها سنن وبعضها واجب. كما سمعتم الواجب مثل ماذا؟ مثل الختان. الختان الآن قبل قليل سمعنا بأنه واجب، لو على الأقل عند بعض أهل العلم، عند بعض أئمة المذاهب، مثل الشافعي ومثل أحمد رحمه الله، مثل غيرهما، فهذه خصال سيقت في سياق واحد، لكنها ليست على درجة واحدة في الحكم، فبعضها واجب عند مثل الختان هذا، وبعضها سنة مثل إيش؟ المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، ليست واجبة. الراجح على الأقل في بعض المذاهب عند الإمام أحمد وعند غيره أنها، وعند أكثر الفقهاء أنها من السنن، لكنها مسوقة سيقت في سياق واحد مع بعض الواجبات. فيقول الخطابي رحمه الله: وقد يستدل بهذا الحديث، نعم، من يرى وقد يستدل بهذا الحديث من يرى المضمضة والاستنشاق غير واجبين في شيء من الطهارات ويراهما سنة كنظائرهما المذكورة معهما،
إلا أنه قد يجوز أن يفرق بين القرائن التي يجمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها. يعني كونها سيقت كلها في سياق واحد ليس بشرط أن تكون لها الحكم، أن يكون لها نفس الحكم. يعني سيقت في سياق عشرة خصال ليس بشرط أنها سيقت في سياق واحد أن حكمها كل واحد. بعضها لا، يختلف الحكم، بعضها حكمه يختلف حتى وإن سيقت مساقا واحدا أو في سياق واحد. لأنه يقول لأنه يجوز أن يقرن بين القرائن التي يجمعه نظم واحد سياق، كما عندنا هنا في هذا الحديث سياق واحد ذكرت في كأن حبات عقد واحد، لكنها مختلفة في الحكم لأنه يجوز أن يقوم على بعض هذه الخصال التي يجمعها نظم واحد سياق واحد، يجوز أن يقوم عليها دليل على البعض، يعني على البعض فيحكم له بخلاف حكم صاحباتها. يعني كونها سيقت مساقا واحدا ليس بالضرورة، لا يلزم منه أن تكون لها حكم واحد، أن يكون حكمها واحدا، بل يجوز أن تساق مساقا واحدا ويبقى أن ينفرد كل بعضها بدليل يخصها دون الخصال الأخرى، فتكون هذه سنن وهذا واجب، مثل الختان واجب ومثل المضمضة والاستنشاق سنة، وهو كأنه يميل إلى أنها واجبة حسب ما يفهم من كلامه. لكن المقصود هو يريد أن يقول أن الخصال العشر هذه سيقت مساق واحد، لكن لا ليس ذلك بشرط أو ليس ذلك دالا على أنها على أن لها حكما واحدا، بل يجوز أن يفترق بعضه عن بعض بحكم مختلف عن حكم البعض الآخر بدليل يخصها، كما سمعنا في مسألة الختان على سبيل المثال. نعم. قال رحمه الله: وقد روي أنه كره من الشاة سبعا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم روي يعني عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه كره من الشاة سبعا: الدم والمرارة والحيا والغدة والذكر والأنثيين والمثانة. طيب انتهى هذا بعد قال بعد ذلك انتهى هذا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره من الشاة سبعة، كره أكلها، يعني كره أكل سبع أعضاء أو سبع أجزاء من الشاة، كره صلى الله عليه وسلم أكلها كما سيأتي في الحديث الذي سأتكلم عنه الآن. نعم. قال رحمه الله: والدم حرام بالإجماع، وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرمة. يعني بيستدل على ما بيؤكد كلامه السابق، بيقول خذوا مثالا آخر على أنه ليس بشرط أنه إذا سيقت خصال متعددة مساقا واحدا أن يكون لها حكم واحد، ليس بشرط. يقول مثلا جاب مثال آخر وإن كان ليس في موضوع الباب، وموضوع الباب هنا في السواك، أن السواك من الفطرة، لكن هو يريد أن يستدل يوجد أو يذكر دليلا يستدل به على ما قاله بأن المضمضة والاستنشاق وإن كانت مسوقة في مساق واحد هي وغيرها، لكن لها حكم مختلف عن الخصال الأخرى، أنها ولو أنها في سياق واحد. دليل آخر على هذا قال بأنه ذكر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كره من الشاة سبعا، يقول الدم والمرارة، ويقول الدم حرام بالإجماع، لا يجوز الدم المسفوح، لا يجوز أكله ولا يجوز شربه، حرام بإجماع الأمة، بإجماع علماء الأمة، بإجماع علماء الإسلام، لكنه مسوق مذكور في إيش؟ في ها؟ المذكورات الأخرى ليست حراما، وإنما كرهها فقط، لم تبلغ درجة الحرارة، إنما الحرام لم تبلغ درجة الحرمة، وإنما هي مكروهة فقط في سياق واحد ذكرت، لكنها ذكرت في سياق واحد مع الدم الذي هو حرام بإجماع الأمة، الذي هو حرام بإجماع الأمة. طيب هذا هو ذكره استطرادا أو للتدليل على ما سبق أن قدمه بأنه ليس بشرط أن تكون الخصال المسوقة في سياق واحد أن يكون لها حكم واحد، هذا دليل آخر ذكره، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف، فقد رواه عبد الرزاق رحمه الله، عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه المشهور
مصنف عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق ورواه أيضا الإمام الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد المتوفى سنة 360 من أئمة الحفاظ المشاهير صاحب المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. الإمام الطبراني لم يقال رواه الطبراني، إذا ما حدد فإنه ينصرف إلى الكبير، معجم الكبير كتاب كبير على اسمه في مجلدات كثيرة تزيد على 25 مجلد أو قريب 30، كتاب كبير جدا مرتب على أسماء الصحابة، وعنده كتاب الأوسط وكذلك كتاب الصغير على أسماء شيوخه. المهم أن الإمام الطبراني أبو القاسم، وهو أبو القاسم سليمان بن أحمد رحمه الله، أخرجه كذلك في معجمه الكبير. والبيهقي، الإمام البيهقي أبو بكر أحمد ابن الحسين صاحب وتلميذ الحاكم أبي عبد الله، تلميذ الحاكم أبي عبد الله النيسابوري صاحب إيش؟ صاحب المستدرك على الصحيحين. البيهقي رواه أيضا في السنن الكبرى، لكنه نص على أنه مرسل، لأن الحديث هو عن مجاهد، رواه عن مجاهد ابن جبر تلميذ من؟ ابن عباس، بالإسناد إلى مجاهد ابن جبر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره من الشاة سبعا الدم والمرار، ها؟ أو المرار بالكسر والذكر والأنثيين والحياء الفرج، يعني بالنسبة للشاة والغدة والمثانة. قال: وكان أعجب الشاة إليه مقدمها. هذا نص الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في سننه الكبرى. لكن البيهقي رحمه الله قال بأنه مرسل، الحديث مرسل يعني منقطع، لأن مجاهد هل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى عن النبي الحديث، قال عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون فيه صحابي. قال: ووصله بعضهم عن ابن عباس ولا يصح، يعني بعضهم حاول أو ذكر أن الإسناد هو مجاهد عن ابن عباس، يقول حتى يصير الحديث صحيح يعني متصل، لأن إذا فقد شرط الاتصال فقد شرطا من شروط الصحة، فانتقل إلى قسم الضعيف، فقال إن من وصله فقال مجاهد عن ابن عباس لا يصح، هذا الوصل لا يصح، الصحيح فيه هو هذا الوقف على مجاهد، الصحيح فيه على هذا أنه مرسل، والمرسل من أنواع إيش؟ من أرسواء الضعيف، في لانقطاعه منقطع بين مجاهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أنواع الضعيف. فالبيهقي رحمه الله عندما ذكر الحديث قال بين بأنه مرسل، وأنه لا يصح ولا يصح وصله. إذا أردت أن تصل الحديث حتى يزول هذا الانقطاع فتقول مجاهد عن عباس، هذا يعني ابن عباس رضي الله عنهما، حتى يصير الحديث متصلا، لأن ابن عباس صحابي معروف، ما أشك في هذا، من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان من صغارهم لكنه من مشاهير الصحابة، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل رضي الله عنه، وكان يجلس للناس في هذا الحرم المبارك لتدريس التفسير، ولذلك قال تفسير كتاب الله عز وجل، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأنهم تلاميذ ابن عباس كمجاهد ابن جبر وقتادة وعكرمة وسائر تلاميذ ابن عباس. ثم انتقل بعد ذلك إلى الطائف رضوان الله عليه في آخر حياته، وتوفي هناك في مدينة الطائف رضي الله عنه، وقبره معروف في مدينة الطائف، وبجواره مسجد يسمى مسجد ابن عباس، وهو المسجد الأكبر أو المسجد الكبير في الطائف. المقصود أن وصل الحديث بذكر ابن عباس لا يصح كما ذكر الإمام البيهقي، الوصل هذا خطأ، الصحيح فيه أنه مرسل، يعني منقطع، يعني أنه من أنواع الضعيف. ولذلك ننتهي من هذا إلى أنه لا يكره من الشاة شيء، لا يكره كل هذه التي ذكرها، الدم خارج من الموضوع، الدم خارج من القضية، لأنه حرام بالإجماع، ما في كلام، كما قال هو
كما قال الشارح رحمه الله بأن الدم لا يدخل في هذا لأنه حرام بالإجماع. الكلام على ما بقي على بقية الخصال. فهذا الحديث لا يصلح للاستدلال الذي ذكره. وبقي أن نقول أو بقي أننا نرجع إلى الأصل وهو أنه لا يكره من الشاة شيء. كل هذه المذكورة لا تكره، يجوز أكلها لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يصح أنه كره ذلك. والحديث الذي كره هذه السبعة يعني التي ذكرت في الحديث. ولذلك يبقى الحكم على الأصل وهو أنه لا يكره من الشاة شيء عدا الدم. الدم هذا ما يحتاج يعني ذكره لأنه هذا معروف بإجماع الأمة في الشاة وفي غيرها، ما هو بس في الشاة فقط، في كل الذبائح سواء كان شاة أو غيرها لا يصح أكل الدم ولا شربه، الدم المسفوح ونصوص عليه في القرآن. نعم. قال رحمه الله: باب. قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قوله يشوص معناه يغسل. أيضا كذلك اتفق عليه الشيخان، أيضا أخرجه البخاري لما يخرجه الشيخان في صحيحهما يقال متفق عليه، يعني اتفق على إخراجه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم كذلك أيضا، فاتفق على إخراجه، والنسائي كذلك في سننه الكبرى وابن ماجه، بالإضافة إلى أبي داود الحديث الذي عندنا في كتاب السنن هنا كذلك أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه. ها نعم. قال رحمه الله: قوله يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه بمعنى واحد إذا غسله. يعني هذا أحد مواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك، وهو أنه إذا قام من النوم. وقد ورد في حديث، هذا أحد المواضع. الموضع الثاني هو عند الصلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الموضع الثاني الذي يتأكد فيه. الموضع الثالث عند الوضوء، لأن ورد كذلك الحديث الذي سبق الكلام عليه في اللقاءات السابقة، عند كل صلاة أو عند كل وضوء. وكذلك من المواضع أيضا عند تغير رائحة الفم، وأيضا عند قراءة القرآن إما يسن له السواك كذلك، وعند القيام من الليل كما هو في هذا الحديث، كما ورد في هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وأيضا بعده الحديث عن عائشة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له، وأنه بعده على طول، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوء وسواك، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. وفي إسناده بهز بن حكيم ابن معاوية وفيه مقال. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار، هذه ولا ليل من ليل ولا نهار، فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، في إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج به. هذه كلها لم يتكلم عليها الشارح رحمه الله، لذلك ليست موجودة في معالم السنن، لا تكلم عنها بشيء. ثم بعد ذلك: وعن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس أنه قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره. الطهور بالفتح هو الماء، الذي يتطهر به، زي الوضوء نفس الشيء. الوضوء إيش؟ الماء الذي يتوضأ به. الوضوء هو العملية، الطهور كذلك، بالطهور الماء الذي يتطهر به. فأخذ سواكه فاستاك به ثم تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حتى هذه خواتيم سورة إيش؟ خواتيم سورة آل عمران. حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ثم توضأ،
فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، يعني يقوم فيقرأ هذه الآية ويستاك ثم يصلي ركعتين ثم ينام، يعني كرر هذا الأمر. كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم ويصلي ركعتين بعد ذلك أوتر، وفي رواية فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض الآية حتى ختم السورة. وأخرجه مسلم مطولا والنسائي مختصرا، وأخرجه أبو داود في الصلاة من رواية كريب عن ابن عباس بنحوه أتم منه، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا مختصرا. هذا كله كلام الإمام المنذري رحمه الله في مختصره للسنن، في مختصر السنن. أما الشارح رحمه الله فلم القطابي الإمام القطابي لم يتعرض لهذه الأحاديث بشيء، كما عرفتم من طريقته أنه لا يشرح جميع أحاديث الباب، وإنما يأتي إلى حديث واحد منها فيشرح، يعني يرى أنه في حاجة أو أن شرحه لا بد منه لبيان فقه الباب، لبيان فقه الباب وما يتعلق به، فهذه طريقته. المقصود أن هذا الحديث في تنبيه بالنسبة إلى أنه ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار. الإشكال في قول النهار، الذي صح في هذا الحديث أنه كان لا يرقد من ليل، أما كلمة نهار هذه لم تصح، هذه النهار الذين صحه من أهل العلم بالحديث قالوا أنه حسن أو صحيح، لكن دون كلمة نهار، لا كون كلمة نهار. ولا يرقد من ليل فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، لكن على كل حال هذا يعني الحكم لا يخص الليل، إنما المقصود بالنسبة للرواية، رواية الحديث لم تصح في روايته أنه كان لا يقوم من ليل أو نهار، كان لا يقوم من ليل بس فقط، هل الذي صحه هذا، لكن الحكم الذي جاء به هذا الحديث أو الذي في هذا الحديث حكم ثابت صحيح، وهو أنه يسن أو يستحب للقائم من نوم، سواء كان قائما في من نوم الليل أو من نوم النهار، لأن العلة واحدة، الذي جعل الأمر أو الاستحباب للقائم من نوم الليل ما هو تغير رائحة الفم، هذه النوم مظنة لتغير رائحة الفم بشكل راجح بشكل قوي في الغالب يعني، ولذلك هذا الحكم يعم نوم الليل ونوم النهار، لأن المقصود أن النوم هو السبب في تغير الرائحة، سواء كان النوم في الليل أو كان النوم في النهار، لكن المقصود أنه لم يصح أنه كان في هذا الحديث، يعني من حيث الرواية، من حيث رواية الحديث، من حيث لفظ الحديث، الذي صح عنها رضي الله عنها كما صحه أهل العلم بالحديث أنه كان لا يقوم من ليل، أما نهار لم تصح، لكن الحكم يعم الاستحباب للقائم، الاستحباب بالنسبة للسواك، يعني استحباب السواك للقائم من نوم يعم قائم الليل الذي يقوم من نوم الليل أو يقوم من نوم النهار، لا بس إنما المقصود من ناحية الرواية لم يصح اللفظة أو نهار، من ليل أو نهار، الكلمة لنهار لم تصح في الحديث. نعم. قال رحمه الله: ومن باب فرض الوضوء. قال أبو داود: انتقل الآن الكلام إلى ما يتعلق بفرض الوضوء، يعني انتهى فرغ من الكلام على السواك الذي هو من سنن الوضوء، وشرع في الكلام على الوضوء، على نفس الوضوء من حيث الوجوب ومن حيث الشرائط وأركان فروض الوضوء، الفروض والشرائط والأركان والسنن، يعني كل ما يتعلق بالوضوء بدأ شرع الآن في الكلام عليها. و الوضوء مأخوذ من الوضاءة، الوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي إيش؟ وهي الحسن والنظافة،
وقال وجه وضيء، يعني وجه وضيء مشرق نظيف جميل. الوضاءة الحسن والنظافة، الوضوء مأخوذ منها، وهو في الشرع استعمال هذا في اللغة من الوضاء، مأخوذ في اللغة من الوضاءة وهي الحسن والنظافة التي تستتبع الإشراق والجمال والحسن. وأما في الاصطلاح الشرعي فهو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، تعبد لله عز وجل. هذا معنى الوضوء أو تعريف الوضوء في الشرع، استعمال الماء على الأعضاء الأربعة أو في الأعضاء الأربعة. إيه ما هي الأعضاء الأربعة؟ اليدين، هي اليدان والرأس، اليدان والوجه والرأس والرجلين، هذه الأعضاء الأربعة التي تغسل في الوضوء، والرأس طبعا يمسح. فاستعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، صفة الوضوء سيأتي طبعا، معروف الوضوء له صفة خاصة معروفة الشرعية، تعبدا لله عز وجل، على وجه التعبد، على وجه التعبد لله عز وجل. لأنه لو توضأ مثلا غسل اليدين وغسل الوجه وغسل الرجلين وكل أعمال الوضوء، كل فروض الوضوء فعلها، لكن ليس بقصد التعبد مثلا، ما نوى التعبد، ما نوى العبادة، ما يصير وضوء. هذا يصبح وضوءا لغويا، الوضوء اللغوي، وهو كلام يأتي فيه أيضا أنه كان يستعمله العرب في غسل اليدين، غسل اليدين يطلقون الوضوء على غسل اليدين. المهم يصير وضوء لغوي، من حيث اللغة صح أنه وضوء، لكنه من ناحية الشرع ما نوى به التعبد لله عز وجل. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلوات الله عليه وسلم قال ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. فإذا ما نوى التعبد أصبح وضوءا شرعيا، أصبح وضوءا من حيث اللغة صحيح، من حيث اللغة توضأ، لكنه شرعا لم يكن وضوءا شرعيا حتى لو غسل هذه. لذلك غسل الأربع، لذلك قالوا على وجه التعبد، لابد بهذا القيد، تعبدا لله عز وجل على أو على وجه التعبد لله عز وجل. وهذا الوضوء الصحيح أنه فرض مع الصلاة، لأنه من شرائط الصلاة. والشرط في عند علماء الأصول، ما هو الشرط؟ هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الشرط هو ما يلزم من عدم العدم، إذا عدم الوضوء ما تصح الصلاة، لكن لا يلزم من وجوده الوجود. إذا قد، لأنه قد يتوضأ، هذا وجد السبب، لكن ما يصلي، يتوضأ ما لم يتوضأ لأجل الصلاة، توضأ لأمر آخر، توضأ مثلا لأقرأ القرآن أو للدعاء أو لغير ذلك من أسباب، فهو قد يتوضأ لكنه ليس لأجل الصلاة، وقد يتوضأ فقط لأنه يريد أن ينام على طهارة أو على وضوء، لما ورد من فضل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث فضيلة النوم على وضوء. فالمقصود أنه هذا هو الشرط، وهو من شرائط، من أعظم شرائط الصلاة، الوضوء من أعظم شرائط الصلاة. وقد ذكر الصنعاني، الأمير الصنعاني رحمه الله، في كتابه سبل السلام، نحن ممكن نقول في كتابه سبل السلام، هذا الرفع يقولون على الحكاية، وهذا أحسن، وممكن نقول في كتابه سبل السلام في الإتباع يعني في الإضافة، لكن إذا قلنا في كتابه سبل السلام، الرفع هنا على الحكاية، يقولون أهل اللغة أن الرفع على الحكاية، كما نقول سورة إيش؟ المؤمنون، سورة المؤمنون، حسب قواعد اللغة يقول سورة المؤمنين، لأنها إضافة تكون مجرورة، لكن الرفع هنا على الحكاية فيقول سورة المؤمنون. فالمقصود أن الإمام الصنعاني رحمه الله قال في كتاب سبل السلام، أن ذكر أن الوضوء مسألة أنه هل هو من خصائص هذه الأمة أو أنها تشترك معها الأمم الأخرى، الديانات الأخرى، هل هو من خصائص هذه الأمة أو أن الديانات الأخرى تشترك فيه. وقال إن المحققين من العلماء قالوا أنه ليس خاصا بهذه الأمة. العجيب أنه قال هذا، ما أدري على ماذا اعتمد. المهم قال أن المحققين، نقل عن المحققين من العلماء أنه ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما الخاص بهذه الأمة هو أنهم، هو التحجيل آثار الوضوء، أن أمتي، كما ورد في الحديث الصحيح، أن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. قال هذه الصفتين هي التي من خصائص هذه الأمة. طيب هذه الصفتين ما الذي جاء بها؟ الوضوء، يعني الفرع يأتي يختص بها الأمة والأصل يكون عاما؟ لا،
الذي ذكره العلامة الشيخ الندوي رحمه الله في كتابه الأركان الأربعة. العلامة الندوي رحمه الله أبو الحسن الندوي له كتاب الأركان الأربعة، تكلم فيه عن أركان أربعة، قصده المقصود بها الصلاة والزكاة والصيام والحج. تكلم رحمه الله عن الوضوء، عن الصلاة في الديانات الأخرى، في اليهودية وفي النصرانية وفي الهندوكية، في الهندوكية، فذكر نقلا عن أهل هذه الديانات، نقل عن كتب، يعني ترجم نصوصا عنهم. فعند النصراني ليس عندهم وضوء، النصراني لما يصلي أو يدخل الكنيسة ليس عندهم وضوء، هذا شيء واضح معروف. اليهودية فيها وضوء، ليس وضوءا وضوءا بمعنى الوضوء، لكن الذي نقل عنهم أنهم كانوا القدماء، حتى أنهم كانوا يعتنون أو يهتمون بالغسل أو بالاغتسال قبل التعبد، قبل صلاتهم، قبل أن يصلون، يعني في اليهودية. لكن الوضوء، الكلام على الوضوء، هل هناك في وضوء في اليهودية؟ أيضا لم يثبت ذلك، أو لم ينقل، يعني لما نقل عن الخبراء أو عن العالمين بهذه الديانة ليس ذكر، لم يذكر فيها وضوءا. كذلك النصرانية، فما لا أدري ما الذي اعتمد عليه الصنعاني في قوله أن نقله عن المحققين أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وأن الذي هو خاص بها هو أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الوضوء بهذه الكيفية لا شك أنه خاص بهذه الأمة المحمدية، الوضوء بهذه الكيفية الشرعية لم يشاركها فيه أحد من الأمم، لا شك في ذلك، لا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في غيرها. هذا أمر مقطوع به، وهذا أمر مش مشاهد، يعني هذا أمر مبني على المشاهدة، ما يعني بالحس، ليس فقط من النقل التاريخي، هذا لا نعتمد فيه فقط على النقل التاريخي، بل إن الحس والمشاهدة تقطع بذلك. فالوضوء على هذه الكيفية الشرعية خاص بهذه الأمة المحمدية، لا شك في ذلك، وهذه كرامة لهذه الأمة، أن الله تعالى اختصها بهذه الوضوء، بهذا الوضوء، وأكرمها بهذه الفضيلة أو بهذه المنقبة العظيمة التي تأتي بها يوم القيامة، أيضا مختصة بها دون سائر الأمم، وهي أنها تأتي هذه الأمة، تأتي أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذه ليست اختصاص لهذه الأمة، ليس اختصاصا، اختصاص لا شك، الوضوء بهذه الصفة. قد يكون هناك عندهم كما قال عند اليهود يغتسلون اغتسال، الغسل هذا الغسل أمر آخر غير الوضوء، ولو كان فيه استعمال الماء لكنه ليس وضوءا. ما هو الوضوء الذي المعروف في الإسلام؟ الوضوء بهذه الكيفية الشرعية خاص بالأمة المحمدية، لا نشك في ذلك، وهذا من فضائل الاختصاص ومناقبها. الأمة المحمدية ليس عجيبا أن تختص، اختص الله بكثير من الخصائص على غيرها من الأمم. فبهذه الكيفية الشرعية لم يشاركها فيها أحد، لم يشاركها فيه أحد، في هذه الكيفية لم يشاركها فيها أحد من الأمم السابقة ولا من الديانات الأخرى، في هذه الكيفية الخاصة. قلنا في تعريفه إيش؟ استعمال الماء في الأعضاء الأربع على كيفية مخصوصة، الكيفية المخصوصة هذه أيضا اختصت بها الأمة المحمدية، لا يشركها فيها أحد أبدا، هذا مقطوع به. أما كونهم يغتسلوا أو يستعملوا الماء استعمالات بطرق أخرى، هذا ما يتعارض مع هذا الاختصاص. نحن نقول بأن الوضوء بهذه الكيفية المعروفة عند المسلمين والمعروفة في دين الإسلام، هذه خاصة مختصة بهذه الأمة المحمدية، لا يشركها فيها أحد. وهو شرع، قلنا نعم، مع الصلاة، لأنه من شرائط الصلاة، من شرائط الصلاة. ولذلك فإن آية المائدة، ها، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الآية ليست مؤسسة، قالوا ليست مؤسسة، يعني ما أتت بحكم الوضوء، وإنما هي تقريرية، قررت شيئا سابق
شيء سابق كان قد تأسس وشرع قبل ذلك، لأنه شرع مع الصلاة، والصلاة شرعت متى؟ شرعت في مكة قبل البعثة، معروف هذا الشيء. والوضوء شرع صحيح أنه شرع معها، الوضوء الصحيح أنه شرع معها كذلك، لأنه من شرائط الصلاة، بل من أعظم شرائط الصلاة، من أعظم شرائط الصلاة التي اختصت بها هذه الأمة المحمدية المرحومة. قال رحمه الله: ومن باب فرض الوضوء، قال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كما أخرجه أبو داود كذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والنسائي كذلك في سننه الكبرى، وابن ماجه من حديث ابن عمر. هنا عندنا من حديث من؟ عن أبي إيش؟ أقرأ، نعم، عن أبي المليح، عن أبي المليح عن أبيه. لكن الروايات أو الأئمة الباقين، الأئمة الباقون، وهم مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني بقية الأربعة مع مسلم رحمه الله، أخرجوه من حديث ابن عمر. هذا يسمى شاهدا. الحديث لما يأتي نفس الحديث يأتي لما يأتي نفس هذا الحديث سواء كان بلفظه أو بمعناه من رواية صحابي آخر يسمى شاهدا. يعني حديث ابن عمر هذا شاهد لحديث من؟ حديث أبي المليح، حديث أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه شاهد لحديث أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول السرقة، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا يسمى غلولا، يطبق على يعني السرقة، خيانة، القيانة بالسرقة من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام على المجاهدين، واحد يقتلس منها قبل القسمة، هذا غلول. ولذلك قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. سرقة، خيانة، لأن خيانة وسرقة لا تجوز. وفي هذا القدر كفاية هذا اليوم، فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن لا يجعل ما علمنا حجة علينا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.